حضرنا صار جلستين وانطونا عن أهمية البيئة ونظافة البيئة وعن أهمية زراعة النباتات والأشجار وأهمية وجودها بحياتنا يعني وبيئتنا. الجلسة الأولى تضمنت عدد من الأطفال ويبلغ عدد الأطفال 16 طفل من عائلتين من المغيط و16 طفل من باقي شرائح المجتمع، والغاية والهدف هو دمج هؤلاء الأطفال مع كافة شرائح المجتمع. الجلسة الثانية وهي جلسة عملية وهي عبارة عن زراعة الأشجار ضمن الحديقة وإنشاء مقاعد ضمن الحديقة من أجل طبعاً الكيوس ومن أجل الأطفال من أجل خريق خادمي. استفادينا يعني كثير شغلات ما كنا نعرفها إحنا ومعانا أطفالنا، طبعاً زاد استفادة من الخبرات وزرعنا اليوم شجر، الحمد لله متفائلين إنه نكون بمستقبل أحسن لقدام إن شاء الله.